الملف رقم 442 في كورس السي شارب. احنا في ليفل 2 في كورس اللينك او اللينكو. احنا في الملفات الثلاثة اللي فاتوا كنا بنشرح فكرة اللينكو ازاي بنعمل، او اللينك بنعمل بيه كونكت مع الداتا، مع داتابيز ان سيكوال سيرفر او سيكوال سيرفر داتابيز. وكنت سبق وشرحنا في الملف 432 فكرة مبسطة. الملف اللي فات اتكلمنا عن سيلكت وانسيرت وابديت وديليت، ازاي نعملهم، بس ما عملناش المشروع مع بعض. يعني احنا هنشرح دلوقتي خطوة بخطوة ازاي نعمل الموضوع ده. انا هفتح السيكوال سيرفر الاول عشان ابين يعني الداتابيز اللي انا هعمل كونكت عليها. دي داتابيز اللي اسمها كمبيوتر كومباني، ودي فيها تيبلز. الملف اللي اسمه امبلي ده هو ده اللي انا هعمل عليه. هشوف كده في السلكت بتاعه، هو الملف اللي انا هعمل عليه كونكت في الداتابيز دي. وادي الداتا اللي موجوده فيه، هي الداتا اللي احنا كنا بنجرب عليها المره اللي فاتت. اول حاجه اللي احنا عملناه المره اللي فاتت كان ده، هنحاول نعمله مع بعض خطوه خطوه. يبقى ده الملف اوريدي شغال، هنعمل خطوه خطوه الملف ده. اول حاجه هنرسم الانترفيس ده بالشكل اللي هو فيه ده، وهحاول التزم بنفس المسميات علشان لو في بعض الاكواد هنسخها من النسخه دي ما نقعدش نكتب. يعني انا اول حاجه سلكت بيظهر لي ده شغال كامل. كل ما في الامر انا هرسم، هاخد داتا جريد فيو واحط حبه تكست وحبه بوتونز على السريع كده واخلص الموضوع ده. انا هعمل نسخه جديده نيو فيجوال ستوديو تاني اهو. هسيب النسخه دي مفتوحه واقول له نيو بروجكت. ويندوز 4، وابدا اسيبه بنفس الاسم بتاعه ده. انا مش بصوت طبعا الاخراج والكلام ده، انا اصغر بس سنه كده واخلي الفونت لكل الفورم عشان يبان بس معانا. هنخليه 12 بس مش اكتر، وبولت مش هنعمل اكتر من كده. هنكبر بقى زي ما احنا عايزين الفورم دي. هنجيب داتا جريد فيو من التول بوكس على طول كده بسرعه. في الداتا، ادي الداتا جريد فيو، هسحبها هنا. مش هعمل اي حاجه خالص فيها، انا احتمال اعمل يعني المشروع كده على السريع يتفهم، شوف هياخد وقت قد ايه بسرعه عشان تبقى الخطوات قدامنا احنا فاهمين. وطبعا انا شرحت، انا مش هشرح، انا بوريك بس طريقه التنفيذ مش اكتر. يعني انا الملفات اللي فاتت كنت بشرح، انا مش هشرح هنا حاجه خالص. يعني هنا بس بوري ان احنا هنعمل بوتون، وبعدين اثبت ايدي على كنترول واسحبه كده بقى بوتون تاني، واسحبه كده بقى بوتون تالت ورابع، اربع بوتون. يعني اللي هو سيلكت وابديت وانسرت وابديت وديليت. طب اجي تاني برضك، هاخد الليبل هبقى اغير الاسماء دلوقتي، وهاخد تكست بوكس برضك بسرعه. وهسلكت الاثنين وهثبت ايدي على الكنترول واسحب. انا عايز مش هعمل غير اربع حاجات بس، الاي دي واللاست والفيرست نيم واللاست نيم والسالري. حاجات بسيطه، مش هختار كل الجدول لان الجدول طبعا عندي فيه حاجات كتير. مش هاخد كل دول، انا هاخد الاي دي بتاع الموظف والفيرست نيم واللاست نيم، ادي تلاتة، والسالري بس على كده، مش اكتر مش اكتر من كده. خلاص كده انا رسمت الانترفيس. اول تاني حاجة هعمل كونكشن، هقول له كده اد كونكشن على طول، اختار السيكوال سيرفر، وهنا هعمل دوت يعني عشان يجيبني اللوكال. اللوكال طبعا اختار اللوكال سيرفر، يعني هيعمل بيعمل ريفريش كده للتيبلز اللي موجوده في الليك في السيكوال سيرفر، وهيفتح لي التيبلز دي كلها. اختار منه ماي كمبيوتر، كمبيوتر كومباني اللي هو ده، واقول له تيست كونكشن. كده انا عملت كونكشن، بقى عرفت الكونكشن ايه هي. خلاص دي خطوه، يبقى كده انا عملت كونكشن، ما عنديش اي حاجه تاني بالنسبه للجزء ده. اجي بعد كده من بروجكت،
انا بقى بعد ما عملت كونكشن عايز اعمل وصلة بين ال بين اللينكو وبين الايه بين الداتابيز. الكونكشن عندي ايه؟ هو هيفهم لوحده، اقول له اد نيو ايتم، وبعدين اجي في داتا هنا اختار لينكو تو اس اكوال سيرفر واسميها سي سي زي ما كنت مسمي هناك بالظبط، مش هغير حاجه خالص. هيبدا يجيب لي الشكل ده. هقوم انا على طول فاتح السيرفر ده، وعندي كمبيوتر كومباني دي اللي انا فاتحها، عندي التيبلز، اخد البتاع الامبلي ده اسحبه كده. خلصنا على كده، مش عايز غير الجدول ده. خلينا الاول كده بقى عندي كل حاجه. ما هاجي دلوقتي في الديزاين بتاعي هلاقي الادوات عندي السي سي ده ظهر، اللي هو فيه الكونكشن اللي هي سي سي كونتكست بقت موجودة عندي، هي دي اللي بعمل بيها اتصال، يعني هي دي اللي هتتصل بالكمبيوتر كومباني. فانا عندي الفورم بتاعتي اهي، هدوس على البوتن الاولاني اللي هو هسميه سيلكت، وده اللي نزل سنة مني، ده اكبر ده سنة اللي كلمة سيلكت مش باينة، ده هسميه اد، اختصر يعني اد، وده هسميه ابديت. وده هسميه ديليت. انا مش بعمل اخراجات دلوقتي خالص، انتوا بقى اعملوا الاخراجات. خلاص كده انا عندي الاربعه بوتون بتوعي سيلكت واد وايه وابديت وديليت، وعندي ده الاي دي. وده الفيرست نيم، وده اللاست نيم، وده السالري. خلاص بقى كده هيروح افتح المشروع القديم، اخد منه اللي تحت سيلكت، ما عملناش اكتر من كده، فيش اكتر من اللي انا بعمله ده. ادي الاكواد اللي تحت سيلكت، انا بوريك خطوات التنفيذ بالظبط وبسرعه. احنا شرحنا الكلام ده فمش هشرحه، شرحناه في الملفات اللي فاتت، والا هنبقى بنضيع وقت. عملت كده نسخته، ألاقي كل حاجة متعرفها تمام التمام، مفيش أي غلطة، كله تمام، لأنها نفس الأسماء ونفس كل شيء. أجي على الفورم هنا أعمل رن، يعني يظهر إن احنا هنخلصه كله في 10 دقايق. أكبر الداتا جريد فيو دي، أرن تاني، سيلكت، جاب لي هو الـ كل حاجة. ارجع تاني للزرار اد، كنا شرحنا الكلام اللي تحت اد ده، بوتون 2 ده هاخده برضك زي ما هو بالملي، مفيش اي تغيير، نو تغيير. بس قبل ما اعمل الموضوع ده هاخده برضك اد ده كده انسخه، ارجع في المشروع بتاعي اد مفيش تحتي اي حاجة، هاخده انسخه زي ما هو، مش هيقول لي انت بتعمل ايه يعني، لان انا ماشي ملتزم بالمسميات اللي هي سي سي داتا كونتكست، واحنا سبق شرحنا الكلام ده، فهيشتغل معايا مظبوط 100%، هيشتغل معايا مظبوط 100%. تعال نجرب، ادي سيلكت، انا مش واقف على حاجة، انا هحط واحد جديد من دماغي 109، اي حروف طبعا، اي هنا حروف اي كلام يعني، وسالري 5000 جنيه، واقول له ابديت. ابص الاقيه بقى ظهر هنا خلاص، وحتى لو فتحت السيكوال سيرفر هلاقي، وقلت له اكسكيوت هلاقي صاحبنا ده اتضاف خلاص،
يبقى احنا هنا ادي امر اد اللي احنا اتكلمنا عنه في الملفات اللي فاتت، يعني ممكن يطلع ملف صغير. عايز اخد الكود اللي تحت دي، الايفنت اللي تحت ده اعمله بالمره، اجي عند المشروع ده القديم يعني، واجي هنا الداتا جريد فيو 1 دي، الاقي فيها كود ده الحبه دول، اخدهم كده زي ما هم كوبي واحطهم في التاني عشان ما اوفر مجهود في الكتابه، ان انا كل ما هاجي هنا اقف على دي اختار بقى الداتا جريد فيو هنا دي، اشوف الايفنت بتاعها واختار الدبل كليك، الدبل كليك ادي الدبل كليك اهي عليها، احط الكود ده تحتيها، ايه اللي هيحصل؟ هيجيب لي الداتا في التكست. اعمل رن، اعمل سيلكت، كان ممكن احط الكود ده في الفورم لود، يعني لما اعمل كده هتجيلي الحاجة، كل حاجة اعمل عليها كده ببساطة. طبعا شرحنا الكلام ده المرة اللي فاتت، انا بس بنفذ معاك المشروع بسرعة. اخد برضك الكود اللي تحت البوتن اللي هو اسمه ابديت، اخده زي ما هو كده، شوف الموضوع سهل ازاي. لما اهم حاجة الفهم، مش اهم حاجة الكود، يعني ان انا ابقى فاهم الكود عشان بعد كده لما اجي اعمل حاجة واعمل مشروع ابقى فاهم، ابقى فاهم انا بعمل ايه. الفكرة الاكواد موجودة في كل حتة، الكود ده ما موجود في كل مكان. انا هعمل كده ابديت، فانا هعمل سيلكت واختار اي حد عايز اعمله ابديت، وليكن هعمل ابديت لمية وتسعة، ده هخلي المرتب 6000، واخلي الاسم ده AAA، واخلي الاسم ده DDD او DDDRRR، واقول له ابديت، هلاقي الداتا دي فعلا دي اتغيرت. ولو فتحت صاحبنا ده وقلت له اكسكيوت، هلاقي الداتا فعلا اتغيرت، بقى ده السالري 6000 ودي دي دي ار ار واي اي اي. افتح تاني اشوف اخد اخر بوتون عندي اللي هو ديليت، اجي البوتون ديليت ده، اخد الكود اللي تحتيه برضك هو هو، مفيش اي تغيير. ادي ديليت، اوقف بس البرنامج، انا عامل له رن، عامل له رن وعايز اشغل جديد. خلاص كده السرعة بقى، طبعا خلاص كده بقى عايز اعمل ديليت لأي حاجة، وليكن عايز اعمل ديليت لصاحبنا اللي انا اساسا عملت له ابديت من حبة اللي هو 109، يكفي ان انا اكتب، لان ما اكتب 109 هنا بس كفاية اوي بايديا كده، واقوله ديليت خلاص اتمسح، او كنت اعمل كليك على اي واحد زي 108 ده كده واقوله ديليت هيمسح لي كمان 108. لو انا رحت لل وقلت له اكسكيوت كده هلاقي 109 ممسوح و 108 ممسوح، مفيش اهو كده، يبقى المشروع خلص. انت شوف الموضوع، التنفيذ سهل، تنفيذ سهل جدا. لو انا عندي الاكواد ومكتبة اكواد والدنيا منظمة، اقدر اعمل كذا جدول بالطريقة دي. شوف احنا عملنا كذا حاجة مع بعض، اكواد ثابتة. كان ممكن لو انا عندي مثلا برنامج كبير وفي شاشة الموظف وشاشة الاقسام وشاشة، اقدر اعمل عمليات عليه واقدر اضيف فيه بقى طبعا النافيجيتور بار اللي هو بنكست وبريفيوس وعدد الريكورد، واعمل تشيكات قبل ما اعمل اضيف داتا، خلاص ده موضوع. بعد كده هيبقى بقى الفورم والسب فورم، يعني اذا كان في حاجات مرتبطه ببعضها اربطها ببعض واظهرها في فورم تاني كده بقى مشروع. بعد كده افكر في الريبورت، اللي هي الريبورت عشان اطبع يعني، او افكر في الريبورت الحاجات اللي عايز اطلع احصائيات كعشاشه الاول، وبعد كده اطبع بقى مشروع يعني. ده بالنسبه للينك، لكن احنا اللينك دوت نت هو ده، لكن احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها انتيتي فريم ورك اقوى، وبنفس تقريبا عدد الاكواد وكده، لكن امكانيات اقوى، يعني في مميزات في السكيورتي اعلى.
في بيتعامل مع كومبلكس داتا، مع داتا كتير، ده ما بيقدرش يتعامل مع كل انواع، على مع سيكوال سيرفر بس، التاني هيتعامل مع كل انواع الداتا، ماي سيكوال و وحاجات تانية. هنشوف المقارنة طبعا. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو. اشكركم، سلام.